رح خبرك عن كريم بالكولاجين. هو مرتب يومي بستعمله كل يوم الصبح، بيخلي البشرة مرنة وبيعطيها نعومة واضحة، بحافظ على حيويتها ونضارتها للبشرة. أنا كمان جربت هيدا التونر من المي الورد الطبيعي، مثل ما بتشوفي في بقلب حبات الورد، موجود كمان بخلاصة زهرة البيبونج، اللافندر، الياسمين ومي الورد، وكلهم روايحهم رائعة وجذابة. واهم شيء بيحتوي على الكولاجين اللي بيأخر من ظهور علامات التقدم بالسن والترهلات، وانا بعد الاستعمال عطاني ملمس حريري لبشرتي وروح لي اثار الحبوب والندبات، ولازم تجربيه واكيد مش رح تستغني عنه. انا كمان التونر اللي استعملته رطب لي بشرتي وغذاها، حسيتها مرنه اكثر وحيويه، كمان نقل وجهي من حب الشباب وخفف لي الهالات السوداء. بصراحه من لما استعملته هو ماي نمبر 1 سكين كير برودكت.